والله وانت بادئ الحلقه وانا بتابعك قبل ما انضم لك كابتن، عمال انت تقول النادي الاهلي يريد. هو النادي الاهلي ده يعني هو بيدور على ايه بالظبط؟ النادي الاهلي لديه من الرؤى ما هو احترافي بكل ما تحمل الكلمه، وبالتالي يخشى ما يخشى من قرارات تجعل الصناعه نفسها نروح نرجع بيها 30 سنه. يا كابتن اسلام، استاذ عصام، النادي الاهلي، وانا اسف ان انا كل شويه برجع لهذا الامر، قبل بطوله كاس الامم الافريقيه اللي كانت مقامه الاخيره اللي كانت مقامه في مصر، طالب الجميع بان تنتهي البطوله قبل بدايه كاس الامم، صح ولا مش صح؟ طبعا، في بيان رسمي وكان واضح جدا. جه بعد البطوله خلاص، بعد ما اكملت الانديه اللي في الدوري اكملت البطوله، بعد بطوله الدوري بعد بطوله كاس الامم الافريقيه، الكل قال لك احنا مش عايز نكمل، احنا يا ريتنا خلصناها قبل كاس الامم. هو النادي الاهلي عندما كان يطالب ان تنتهي قبل كاس الامم كان بيطالب بكده ليه؟ لانه من وجهه نظر المجموعه التي تدير مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيدير، ان انت يجب ان تنتهي قبل بدايه كاس الامم لان دي مصلحه عامه. بالظبط، صح ولا مش صح؟ بالظبط. حضرتك فاكر الموقف ده؟ طبعا طبعا، ونفس التاويل زي ما حضرتك، لكن الحقيقه انه ده كلام يعني بلغه الصناعه، بلغه رجال يحكموا قبضتهم على منظومه محترفه. هو جلسه يعني مع الوزير دكتور اشرف صبحي والكابتن خطيب، جزء منها كان ليه؟ لان النادي الاهلي يقدم مقرات وكذا حين تريد الدوله، لكنه الرجل كابتن محمود خطيب يخرج للاعلان لانه رايح بس يسلم حق الدوله وحق الشعب في النادي الاهلي. ما خرجش بقى المجتمعي للنادي الاهلي، بقى عشان يقول سنفعل ونقدم وكذا. لكنه كمان المؤكد انه تحدث مع الوزير ممثل الدوله كابتن اسلام، مش ممثل الفنيات، عشان ما يقولوش التدخل. هو الكابتن خطيب مش عارف يعني ايه الفرق، طبعا عارف. لكنه تحدث معه عن الصناعه ووجوب حمايتها، بما ان الدوله ذهبت لكل ما هو دولي في بيانات سيد او دوله رئيس الوزراء، وبالتالي يجب ان ننتظر رئاسات الوزراء في كل العالم بتنسق ازاي مع ادارات الكره المحترفه. ايوه، احنا ليه عاوزين نديرها بالبلدي؟ انا اسف يعني، لا، ولا هي قاعده عرب ولا هي بالبلدي، هذا هو النموذج. ومن ثم الكل يجب ان يكافح فكره انك انت حتى معنويا يا كابتن اسلام تقع. ايوه، يعني لابد من استمرار الفيديو اللي هو الفيديو كونفرنس بس التدريبي، المدربين تشرف، كل ده تحديث وابديت مهم جدا. مهم جدا للصناعه.